خلونا نروح لتقرير معانا، خاصة هذا التقرير اللي بيتكلم عن الإبهار اللي سيطر على عدد كبير من الجمهور اللي استمتعوا بأغاني المطربة الكبيرة ماجدة الرومي، خاصة بعد ما استمتعوا بعدد من الأغنيات اللي كانوا منتظرينها. تقرير هنشوف فيه رد فعل الجمهور بعد حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، ونرجع لكم تاني. تحفة، وهي إنسانة رائعة وحساسة، ورجعتنا كده لعشرين سنة بكل الأغاني بتاعتها التحفة. أكتر أغنية حبيتيها وتفاعلت معاها؟ لا كلمات دي طبعا، يعني دي بس كل الأغاني حلوة بصراحة. يعني كلمات من الأغاني اللي كلماتها فعلا منتقاة بعناية، يعني كلمات الجيل الذهبي. رأيك بقى في التنظيم وحالة الجو اللي موجودة في مدينة؟ مبهورة يعني بكل اللي هم عاملينه في العالمين الجديدة. بصراحة كانت الحفلة تحفة، المسرح يعني روعة بجد. لا طبعا ماجدة الرومي هايلة يعني، وبعدين المسرح حلو جدا ومتوضب حلو جدا، والناس حلوة وكله هايل بصراحة. اللي بقى اللي كنت جاياله ومتحمساله لقيتيه النهاردة؟ طبعا ماجدة الرومي يعني أكيد. حالة التنظيم واللي موجود؟ لا متنظمه حلوه جدا جدا فعلا يعني، ومسرح حلو قوي، روعه. انت تبقى قاعد في عالم تاني، كانك قاعد فوق السحاب مع ماجدة الرومي، تحس انك انت قاعد فوق السحاب. صوت ملائكي قوي، وهي جميله وراقيه وحاجه فوق الوصف. اكتر اغنيه حبيتيها النهارده وتفاعلتي معاها؟ هكون يعني عنصريه شويه، الاغاني المصري. غنت عبد الحليم، وغنت احلف بسماء وترابها، وغنت اغاني وطنيه جميله قوي. رايك في التنظيم والحاله اللي موجوده؟ روعه، قمه الامان والسكيورتي، وحاجه تحفه، حاجه جميله جدا جدا، وساعدنا بالفن الراقي ده اللي محرومين منه بقالنا كتير. رايك بقى في مدينه العالمين الجديده ومهرجان العالمين؟ دي طفره جديده كبيره لمصر، يعني كلنا سعدانين بمصر بيها بجد والله. جميله جدا، جميله جدا. اكتر الاغاني اللي عجبتك؟ كلمات وغني للحب، كلهم بصراحه كلهم حلو. في العالمين واجواء مهرجان العالمين تحفه طبعا، في شو قرنا اي حاجه. لما غنيت لمصر، لما غنيت لعبد الحليم حافظ، وكلمات لان هي غنتها تاني مره دلوقتي، يعني دي بند اغنيه احنا طلبناها. رايك في اجواء العالمين ومهرجان العالمين؟ تحفه تحفه، راقيه جدا. اولا كلمات، عشان دي اللي انا متعودين عليها وحافظينها وحلوه قوي، وطبعا يعني هي غنت الحاجات لعبد الحليم، خلتنا يمكن انتم ما حضرتوش الفترات ديت، بس خلتنا نعيط معاها. رايك في العالمين واجواء مدينه العالمين؟ مدينه جميله جدا جدا، وبتثبت ان المصريين بيعرفوا يخططوا، ويا ريت تبقى كل المدن الجديده شبه العالمين. حفله جميله جدا الصراحه، واستمتعنا جدا انا وزوجتي وقرايبي وكده، والتنظيم الصراحة رائع، والشباب جوه جمال جدا، ساعدونا الصراحة من الدخول لحد الجمال. أغنية عجبتك؟ كلمات طبعا. أجواء ممتازة، وماجدة الرومي عملت إبداع النهاردة. أكتر أغنية حبيتها؟ طبعا كلمات، دي من أفضل الأغاني، وحي على الفلاح، ومعظم الأغاني كانت هايلة. حضرتك في التنظيم بقى؟ كل حاجة ممتازة الحمد لله، كله تمام. حلوة؟ حلوة. رأيك في العالمين ومدينة ومهرجان العالمين؟ جميل، من السنة اللي فاتت وأنا بحضر فيه حفلات، فممتاز بصراحة. حفلة جميلة من الزمن الجميل، رجعتنا لأيام عظيمة. أكتر أغنية حبيتها وتفاعلت؟ كلمات طبعا، وأحلف بسماء وتراب. تحفة طبعا، دي مش أول حفلة على فكرة أحضرها لها، حضرت لها حفلات كتير، وبس النهاردة إكسبشن شوية. أكتر أغنية عجبتك؟ لا حي على الفلاح طبعا يعني. لا هي النهارده كانت هايله. رايك في مدينه العالمين والمهرجان؟ تحفه طبعا، تحفه تحفه طبعا، ما شاء الله، الله اكبر. لا بصراحه كانت تحفه، والحفله كانت منسقه جدا ومنظمه، فبصراحه كانت حلوه قوي، كانت تحفه بجد. اكتر اغنيه عجبتك وتفاعلت؟ اكيد اكيد كلمات، وكل ما اقول التوبه، يعني دي حاجات اساسيه، وعدتها على فكره، عدت كلمات تانيه.